إلى الغرب من المسجد الإبراهيمي الشريف يقع تل رميدة، الذي يعتبر مركز أول تجمع بشري في المدينة في العصر البرونزي القديم بين 3200 إلى 2000 قبل الميلاد، حيث سكنها العرب الكنعانيون. وقد دلت الحفريات الأولى التي جرت في التل عام 1964 من قبل البعثة الأمريكية إلى وجود قطع فخارية تعود إلى العصر الحجري النحاسي بين 4000 و3200 قبل الميلاد، كما عثرت على بقايا جدار يبلغ ارتفاعه 10 أقدام وعرضه 20 قدما. ويعتبر هذا الجدار التحصين الأول للمدينة، وبلغ وزن أحجاره ما يقارب النصف طن، وقدرت مساحة الموقع ما بين 50 إلى 70 دنما. بالنسبة لتل رميدي هي أقدم تجمع بشري في مدينة الخليل، لأنه هي النقطة البقعة الأولى التي عرفها السكان، بحيث أن يعود تاريخه حسب الحفريات الأثرية التي أجرتها فرقة هاموند عام 1964 و 1965 1966، أثبتت أن السكان سكنوا في منطقة تل رميدي ما قبل التاريخ 2000 ل 3200 قبل الميلاد، وذلك بحسب اللقى الأثرية التي تم العثور عليها من القطع الفخارية. سمي بتل رميدة في عهد اليابوسيين، حيث كان اليابوسيون يخبزون الفخار المصنوع يدويا في أفران كبيرة، وبعد عملية الخبز تنتج مادة تسمى رمادا، فاختلط الرماد بتراب الأرض وحود لونه للون الرمادي، لهذا السبب سميت المنطقة بتل رميدة. توفرت في تل رميدة مختلف الظروف الملائمة للحياة البشرية، ونشأت المدن من حيث الموقع الدفاعي في أعلى التل. جاءت تسمية تل رميدي حسب الرواية العامية بأن تل رميدي نشأ فيها حريق في فترة ما من فترات تاريخها، وصار التربة تاعتها رمادية، فبالعامية رميدي باللهجة الخليلية اللي هو عن الرماد، فكانت تل رميدي، والتالي هو المكان المرتفع، وهي مكان مرتفع بالنسبة لمنطقة المناطق الأخرى المحيطة بها. لكن الناحية التي نعززها وندعمها هي أنها كانت مليئة بالتنانير صناعة الفخار التي انشهرت بها مدينة الخليل على طول العصور القديمة، بحيث أنه كان الناتج من عملية الحرق اللي هو الرماد كان يلقى في الأرض زراعي خارج سور تل رميدي، حيث كان يضرب حول المدينة القديمة اللي هي تل رميدي سور، كان الرماد يتم التخلص منه خارج السور في الأراضي الزراعية لحد ما غلب اللون الأسود على اللون الأحمر لون التربي، فصار لونه رمادي. من هنا جاءت تسمية تل رميدي، لأنه التل هذا كان لونه مميز بالنسبة للمناطق المحيطة به. وقربه من الطريق التجاري الواصل بين وسط وجنوب وجنوب غرب فلسطين الذي أكسبها موردا هاما عبر التاريخ، كما أن الأراضي الزراعية القريبة من التل ساعدت في تطور وازدهار المدينة، خاصة في ظل وجود مصادر المياه بالقرب منها، بالإضافة إلى توفر المناخ المناسب للحياة. كما أسلفنا أن تل رميدي هي البقعة الأولى التي عرفت السكن في منطقة الخليل، بحيث يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام قبل الميلاد، بمعنى أنه 4000 قبل الميلاد و2000 ما بعد الميلاد إلى 6000 عام، من العصر النحاسي إلى العصر البرونزي الأول إلى العصر البرونزي المتوسط إلى العصر الحديدي، ومن ثم العصر الروماني 200 قبل الميلاد إلى 400 بعد الميلاد، العصر البيزنطي، العصر الإسلامي الحديث نسبيا يعني 700 ميلادي، تسلسل تاريخي حتى اليوم ظلت عامرة بالسكان.
يشير المؤرخون إلى أن مدينة الخليل القديمة استمرت في الحياة على تل رميدة طوال العصور التاريخية حتى العصر الإسلامي، حيث انتقلت إلى جوار المسجد الإبراهيمي الشريف، وبقي تل رميدة بما يحويه من كنوز وأسرار أثرية رهن الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلقه ومنع أعمال التنقيب والحفر في المنطقة وأعاق الحياة فيها من خلال قطع أواصرها مع سائر أنحاء المدينة الحديثة، علما أن الحفريات القديمة التي تمت كانت في جزء بسيط من التل. الحفريات هي حفريات معاصرة حديثة نسبيا، لأنه كان ما كانوا زمان يعرفوا الحفريات ولا التحليل العلمي للنقل الأثرية. في سنة 1920 أو 1900 يعني في بداية 1920 أجرى الإنجليز العمليات حفريات بسيطة جدا، لم يتوصلوا إلى النتيجة إلا أنه أن هذا المكان أثري فقط. في عام 1964 في العهد الأردني جاءت بعثة أمريكية بقيادة البروفيسور أو الدكتور هاموند، وسميت بعثة هاموند، حيث على مدار 64 وعام 65 وعام 66 أجروا حفريات متعددة في مناطق متعددة في تل رميدة، اكتشفوا العديد من اللقى الأثرية اللي غالبيتها فخار، وعززوا أنه بعود تاريخ هذه اللقى الأثرية ل 3200 قبل الميلاد اللي هو العصر البرونزي. هو الحفريات تتالت بعد حفريات هاموند، بحيث أجرى حفريات في بداية الثمانينات، وأجرى حفريات حديثة جدا في سنة 2014. هذه الحفريات تركزت في منطقتين في تل رميدة، وتوصل إلى أن هذا يعود إلى تاريخ تل رميدة، يعود إلى ما قبل العصر البرونزي قبل 3200 سنة قبل الميلاد. واللقى التي عثروا عليها لم يفصحوا عنها بشكل رسمي، إلا أنه حسب ما كانوا يحكوا ويعلنوا عنه أنه عثروا على كمية كبيرة من الفخار وكمية كبيرة كمية قليلة جدا من المسكوكات التي تعود إلى تلك العصور الكنعانية، بحيث وجدوا صور وبقايا صور مضروب حول تل رميدة. هذا السور المضروب حول تل رميدة أطلقوا عليه بالمسمى العبري خمات عناكيم، خمات عناكيم اللي هو سور العمالقة. والعمالقة هم معروفين مين هم العمالقة؟ اللي هم الكنعانيون اللي كانوا داخل المدينة، بعد محاولات عديدة لاحتلال هذه المدينة واحتلالها من قبل اليهود، تم فيما بعد تغيير الاسم من اسم يعني اللي هي كريات أربع، اللي هي اسمها كان من مدن أو من مناطق متعددة في أربع مناطق مدينة الخليل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى تميم الداري أعطى أربع مناطق في تل رميدة اللي هي القريات الأربع، القرى الأربع في منطقة تل رميدة في منطقة الخليل. وسمى تل رميدة كانت تسمى في العصر الإسلامي حبرة، أي الربطة أو العقد أو الميثاق أو العهد اللي كان يجمع الأربع المدن أو اللي بتكون منها مدينة الخليل. كانت هي مغارة وما كانش حواليها أي بناء، لكن بعد بناء الحرم الإبراهيمي في عهد هيرديون الأول هيرديون تم بناء بعض البيوت لتكون على مقربة من المكان المقدس. بعد ذلك أصبح السكان تتوسع دائرة السكن حول الحرم الإبراهيمي، وخاصة في الجهة الغربية منه. تل رميدة هجرت لأنها تحولت إلى مناطق زراعية، تركت الصناعة اللي هي كانت قائمة على عصر الزيتون وعصر العنب وعلى عمل الفخار. تركوا تل رميدة واتجهوا إلى زراعتها بالزيتون في العهد الروماني، والزيتون قائم حتى الآن من العهد الروماني. في عام 1984 المستوطنين أجوا حطوا كرفانات استيطانية في تل رميدة للاستيلاء عليها، وفي عام 2000 بنوا بناء قائم في المنطقة الأثرية اللي
فيما بعد أجرى حواليها حفريات أثرية في عام 2014. من في عام 2000 تم بناء برج استيطاني موجود وقائم في تل رميدي، وسموا اطلقوا عليها اسم مسمى رمات يشاي، واستولوا على مكان مقدس للمسلمين اللي هو مشهد الأربعين، وهو مسجد إسلامي خالص، وأطلقوا عليه قبر يشاي فيروت استناداً لرواية أحد، هيك بيدعوا، أحد المستشرقين الذي قام برحلة وادعى بأن هذا المقام الإسلامي أو المشهد الإسلامي إنه هذا هو قبر روت، يشاي فيروت. We'll be right back.